ثلاثة. السلام عليكم، اسم أنا من الجزائر. أنا حقيقة ضد فكرة التدخل الروسي في سوريا. سوريا كان مشكلتها بين السلطة وبين الشعب. الشعب كان يريد تغيير كلي للسلطة السورية، عفوا. الشعب كان يريد معيشة أحسن مما كان عليه من قبل. الشعب كان يريد تطور أكثر، رغم كون الشعب السوري من بين أحسن شعوب العربية من حيث الازدهار الاقتصادي الاجتماعي، من حيث الصحة، ومن حيث العديد من المجالات. للأسف الشديد منذ تدخل روسيا هي التي أخذت بسوريا إلى واد يمكن أن نصنف ذلك الواد بجهنم، بسبب القتلى، بسبب الدمار، بسبب العديد من الخسائر. وإن شاء الله الشعب السوري يخرج من هذه الأزمة.